لقاء رابع جديد بعد تأجيل جمع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالنقابات الخمس الأكثر تمثيلية في إطار جولات الحوار القطاعي الذي باشرته الوزارة لمناقشة 27 ملفا مطلبيا مختلفا. كانت اليوم واحد الجولة جديدة مع النقابات أكثر تمثيلية داخل القطاع ديال التربية والتعليم. من خلالها درسنا واحد العدد ديال الملفات اللي كانت درستها اللجنة التقنية. ما بين هذه الملفات هناك ملفات اللي هي تتهتم بأطر التربوية وأطر ديال التوجيه والتخطيط، هذا ما بين الملفات، ولكن اللي خرجنا بعض الخلاصات اللي هي من طبيعة الحال احنا غنهيئوا باش نشوفوا ظروف التنزيل ديال هاد الخلاصات. مؤشرات إيجابية لاحت في أفق هذا الاجتماع الذي ناقش 7 ملفات أساسية صنفها بين الجاهزة والمتفق عليها والتي يتواصل فيها التشاور، كلها تخص إشكاليات متنوعة تهم القطاع. الآن اليوم على الأقل اتفقنا أنه هنالك الملفات اللي هي جاهزة، هذه الملفات السيد الوزير وبتشاور مع القطاعات المعنية في الحكومة سيحاول في اللقاء المقبل اللي من المقترح يكون يوم 28 ديسمبر أنه يكون هنالك مشروع مراسيم متفق حولها تلبي طموح وانتظارات الشغلة التعليمية والفئات التي تنتظر هذه الملفات. يوم ويعني الملفات التي نوقشت بأساسية هي 7 ملفات، ملف نتاع الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، ملف الإدارة التربوية مسلكا وإسنادا، وملف حامل الشهادات، ملف التوجيه والتخطيط التربوي، وملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وملف العاملين خارج إطارهم. لقاء اللي كنشعروا بأنه حصل فيه واحد النوع ديال التقدم، وربما الإيجابي هو هذا الحرص ديال الوزير وديال أنه تواصل هذه اللقاءات مزيان. اليوم تناولنا عمليين كل الملفات، غير درنا واحد النوع ديال التصنيف ديال كاين ملفات اللي تناولناها والوزير خدا فيها واحد المهله ديال 15 يوم، وغادي نعاودوا نتلاقاو في فان ديسمبر 15 يوم باش غادي يتشاور مع القطاعات الحكوميه الاخرى وغادي يجيب فيها جواب نهائي. موعد جديد للتمثيليات النقابيه لقطاع التعليم رفقه الوزير الوصي في نهايه دجنبر الجاري، كلها لقاءات تروم وضع ارضيه صلبه ومتينه لاعاده الاعتبار للمدرسه العموميه والعاملين بالقطاع كافه.